شباب، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، تكونوا ماشيين كويس في المذاكره. نبدا النهارده ان شاء الله اول محاضره معانا في الشيست، وهنتكلم فيها عن حاجتين هما الكروب والاكيوب برونكيولايتس. تمام، نبدا باول حاجه ان شاء الله هي الكروب. بيقول لك ايه الكروب دوت؟ الكروب دوت عباره عن خنقه بتيجي للطفل ما بيبقاش قادر ياخد نفسه نتيجه دي حصل او اي مشكله حصلت في اللارينكس. تمام، يبقى نقرا التعريف بتاع الكروب. هو عباره عن كلينيكال ستيت resulting from edema or spasm فين في اللارينكس، يعني حالة بتحصل نتيجة سبازم أو إديمة في اللارينكس. تمام، لما يحصل سبازم أو إديمة في اللارينكس دوت بيعمل إيه؟ أول حاجة بيعمل كف. الكف ديت ليها كاركترستيك ساوند اسمه كروبي كف، يعني كف بتكون أجينست، يعني كف أجينست نارو إيروي، يعني إيروي ضيق وهو بيعمل كف، فبيعمل صوت معين كده اسمه كروبي كف. تاني حاجة احنا عارفين ان اللارينكس دوت فيه الفوكال كورد، فالفوكال كورد هتكون ايه؟ افكتد بالنرفنج دوت او السبازم ده او ايا كان الحاجه اللي حصلت يعني، فيأثر على الفوكال كورد فيعمل ايه؟ يأثر على الفويس بتاع الطفل فيعمل حاجه اسمها هورسنس اوف فويس. تمام، تالت حاجه بيعمل سترايدر. سترايدر اللي هو ايه؟ الطفل بيحاول ياخد نفس، والنفس دوت داخل الهواء داخل في الاير واي، بس الاير واي دوت فيه اوبستراكشن، بارشال اوبستراكشن او مسدود او ضيق، فالهواء داخل يعمل صوت، فالصوت ده بنسميه سترايدر. تمام، بيقول لك عباره الاسترايدر ده عباره عن ايه؟ هارش انسبيراتوري ساوند، يعني ساوند بيحصل نتيجه اثناء الانسبيريشن. نتيجه ايه بقى؟ ديو تو بارشال اوبستراكشن اوف لارينكس، نتيجه الاوبستراكشن في اللارينكس. تمام، رابع حاجه ممكن يحصل فاريبل ديجريز اوف ريسبيراتوري ستريس. الريسبيراتوري ستريس دوت درجات. اول حاجه التاكيبنيا، ممكن يحصل تاكيبنيا اللي هو زياده في الريسبيراتوري ريت. تاني حاجه ممكن يحصل ريتراكشن. ليه ممكن يحصل ريتراكشن؟ اول حاجه هو الطفل دوت بيحاول ياخد اكبر كميه من الهواء، اكبر كميه من الهواء عشان عايز كميه كبيره من الاكسجين. تمام، فعشان ياخد كميه كبيره من الهواء بيعمل نيجاتيف بريشر جوه في اللنج عالي، فعشان يعمل نيجاتيف بريشر اللي جوه في اللنج عالي دوت بيشغل حاجه اسمها الانتركوستال ماسل، فلما يشغل الانتركوستال ماسل والكونتراكت تشد على السكين، فلما تشد على السكين السكين يتشد فتبدا الريبس تبان زي ما في الصوره كده، فديت ساين من الساينز بتاعت الريسبيراتوري ستريس اسمها ايه؟ ريتراكشن. يبقى جريد 1 او اول درجه في الريسبيراتوري ستريس ان هي يبقى في تاكيبنيا بس زياده في الريسبيراتوري ريت، ودي بتبقى مايلد ديجري. بعد كده ندخل في المرحله الثانيه ان حصل ريتراكشن اللي هي زي ساين كده الريبس تبدا تبان من على السكين، يبقى ديت ايه؟ مودريت ديجري من الريسبيراتوري ستريس. تالت حاجه جرانتنج. جرانتنج يعني الاير الهواء وهو خارج لا الطفل ما يخلوش يخرج، يقوم قافل الابيجلوتس عليه فالهواء ما يخرجش عشان يفضل جوه، فياخد الجسم ياخد منه اكبر كميه اكسجين ممكن. تمام، دي حاجه اسمها جرانتنج. يعني ايه جرانتنج؟ يعني اكسبيريشن، يعني هواء خارج اجينست كلوزد ابيجلوتس، يعني الهواء وهو خارج قفلنا عليه الابيجلوتس فعمل صوت كده اسمه جرانتنج. يبقى دوت جريد 3 او سيفير فورم من الريسبيراتوري ستريس. اخر مرحله خالص بقى ان يحصل سيانوز والطفل يزرق، ديت ايه؟ ريسبيراتوري فيلير خلاص. تمام، يبقى الكروب احنا قلنا في مشكله في اللارينكس عملت كروبي كاف او هورسن سوف فويس او سترايدر او ريسبيراتوري ستريس بالدرجات بتاعته. تمام، تمام، ممكن نسمع الصوت بتاع الكروبي كاف. ثانيه واحده، بصوا ده صوت الكروبي كاف. وده بقى صوت السترايدر. ثانيه واحده، تمام كده، تمام. ايه بقى الكوزس او الاسباب اللي ممكن تعمل الكروب ده؟ قال لك ممكن يكون سبب انفكشن او نون انفكشن. انفكشن زي ايه؟ اتنين بكتيريال واحده فيرال. الاتنين بكتيريال يا سواء انفكشن بالدفتيريا يبقى دفتيريال لارنجيتس، تمام، او انفكشن ببكتيريا اسمها هيموفلس انفلونزا. فالهيموفلس انفلونزا ديت لما تعمل انفكشن تعمل حاجه اسمها ايه؟ ايبيجلوتيتس، يعني انفلاميشن فين؟ في الايبيجلوتس. تمام، او حاجه فيرال، فيرال انفكشن تعمل حاجة اسمها لارينجو تراكيو برونكايتس، يعني انفلاميشن في اللارينكس والتراكية والبرونكوي. تمام، يبقى دوت الأسباب الانفكشوس. يبقى الأسباب الانفكشوس الحاجة الانفكشن اللي تعمل كروب اتنين بكتيريال، ديفتيريا وهيموفلس انفلونزا، واحد فيرال يعمل ايه؟ فيرال فيرال لارينجو تراكيو برونكايتس، لارينجو تراكيو برونكايتس. تمام، ممكن يكون بقى ايه؟ نون انفكشن، يعني مش سببه انفكشن خالص. طب ايه الحاجات اللي هي نون انفكشن بقى؟ يعني مفيش اورجانيزم هو اللي عمله. الحاجات النون انفكشن ممكن يكون اليرجي، الرجل اي حاجه، يعني خد دواء الطفل مثلا خد دواء
حصل منه اليرجي او كل اكل حصل منه اليرجي، فيحصل ايه؟ اسباز من اللارينكس، تمام؟ في بسموديك كروب او انجيو اديما، انجيو اديميك انجيو نيوروتيك اديما، انجيو نيوروتيك اديما، يعني حصل انجيو اديما نتيجه برضو ايه؟ اليرجي لحاجه معينه، تمام؟ الانجيو اديما ديت ان بيحصل اديما في ال ممكن تحصل في اللبس، في اللارينكس، في اديما يعني نتيجه اليرجي لحاجه معينه، تمام؟ يبقى دوت اول سبب في ان يحصل كروب بسبب نون انفكشوس اللي هو ايه؟ اليرجي. الاليرجي دي ممكن تكون في شكل سبازموديك، يعني سبازم في اللارينكس او اديما في اللارينكس، تمام؟ تاني حاجه ممكن يكون فورين بودي انهيليشن، يعني الطفل اللي هو بيلعب دوت باي فورين بودي، اي حاجه صغيره قام موديها على بقه على طول، قامت نازله فين؟ على اللارينكس، تمام؟ وقفت في اللارينكس. تالت حاجه ممكن تكون كونجينيتال لارينجو ماليشيا، لارينجو ماليشيا يعني ضعف في المسلز بتاعت اللارينكس، تمام؟ هناخد ده بالتفصيل قدام. او ممكن سبب تروما، يعني الطفل اتخبط مثلا في ظهره، او انتروكيل انتوبيشن اثناء الدكتور وهو بيتعبه مثلا، كان بيتعب لاي سبب، فالدكتور وهو بيتعبه داخل بالتيوب ام ايه ام معور اللارينكس، فلما اللارينكس يتعور هيهيل بفيبروس، فلما يهيل بفيبروس هيعمل ايه؟ في نارونج للارينكس، فدي برضو بسبب تروما، تمام؟ او في لارينجال تيومر طلع في اللارينكس، فبرضو ضيق اللارينكس. او ممكن سبب ميتابوليك، السبب الميتابوليك اللي هو الايه؟ الهايبوكالسيميا، نقص الكالسيوم. طب ليه الهايبوكالسيميا يعمل نارونج في اللارينكس؟ اول حاجه ان الهايبوكالسيميا تعمل مصل سبازم، لما تعمل مصل سبازم هتضايق اللارينكس. تاني حاجه ان الهايبوكالسيميا هتزود الباراثايرويد هرمون، فلما تزود الباراثايرويد هرمون هيبدا بقى الباراثايرويد هرمون لما يزيد هيبقى عايز يزود الكالسيوم في الدم، عشان في هايبوكالسيميا، فهيزود الكالسيوم في الدم ازاي؟ هيبدا يجيب الكالسيوم من البون ومن الكارتليج، فلما يجيب الكالسيوم من الكارتليج، احنا عارفين ان اللارينكس دوت فيه كارتليج، فلما نحرك نشيل بقى الكالسيوم اللي موجود في الكارتليج بتاع اللارينكس ده، هيبدا اللارينكس دوت ايه؟ يضعف، فلما يضعف هيضيق، فلما يضيق يبقى ايه؟ يعمل كروب اللي هو لارينجال نارونج، تمام؟ تمام. يبقى خدنا 3 اسباب بسبب انفكشن، واسباب كتير بسبب نون انفكشن، ممكن نقول فيهم اي حاجه بسبب نون انفكشن ده. في حاجه مهمه بقى المفروض نعرفها، ان ايه؟ ان الفيرال كروب دوت مسؤول عن 95% من اللارينجال انفكشن، يعني الانفكشن اللي بتحصل في اللارينكس 95% منها فيرال كروب، يعني اشهر نوع من الكروب هو الفيرال كروب اللي هو النوع ده، تمام؟ اللي هو النوع ده رقم 3. يبقى الفيرال كروب اكونت فور 95% اوف لارينجال ايه؟ انفكشن، تمام؟ يبقى اشهر سبب الكروب هو الايه؟ الفيرال كروب، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا الاسباب اللي هو بسبب انفكشن والاسباب اللي هي نون انفكشن. هناخد في بقى 5 حاجات منهم هناخدهم بالتفصيل، ايه هما؟ التلاتة الانفكشن، وهناخد الاسبسموديك كروب، وهناخد اللارينجو مانيش. يبقى دول 5 حاجات اللي احنا هناخدهم، تمام؟ نبدأ بأول حاجة في الانفكشن، هي الدفتيريا اللارينجيتس او اللارينجال ديفتيريا، تمام؟ هو عبارة عن كروب حصل نتيجة ايه؟ انفكشن. الانفكشن دي بتبدأ ايه؟ بالدفتيريا. طبعا ده قليل جدا دلوقتي، عشان ايه؟ او ممكن يكون مش موجود اصلا بسبب الفاكسين، يعني احنا بناخد فاكسين من التطعيمات الروتينية اللي بناخدها، بناخد فاكسين للدفتيريا، فاكيد هتكون نسبته قليله او مش موجوده اصلا، تمام؟ بس هي المفروض او لازم نعرفه، يعني لارينجال ديفتيريا اللي بيسببها قال لك ايه؟ اورجانيزم اسمه ديفتيريا باسيلاي، تمام؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعته هي كروب، فايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكروب؟ اول حاجه كف، هتكون كروبي كف، استرايدر، هورسنس اوف فويس، ريسبيراتوري ديستريس، بس على حسب ايه؟ على حسب درجه الانفكشن هتكون درجه الريسبيراتوري ستريس، تمام؟ يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعتها استرايدر، كروبي كاف، هورسنس اوف فويس، تمام؟ نشوف بقى الحاجات الكاركترستيك للرينج الدفتيريا ذات نفسها. اول حاجه هنلاقي ماركت توكسيميا، ليه؟ عشان الدفتيريا بتنتج توكسين، فاهم ليه توكسيميا، تمام؟ لما نيجي نعمل الليمف نود اكزامينشن هنلاقي اللارج سيرفيكال ليمف نود بسبب ايه؟ بسبب الانفكشن، تمام؟ يبقى ماركت توكسيميا بسبب التوكسين واللارج ايه؟ سيرفيكال ليمف نود، تمام؟ في حاجه مميزه قوي للدفتيريا اللي هو الجري شويه ميمبرين اللي بيكون على التونسيل اللي هو ده، تمام؟ يعني لما نجيب تنج ديبريس ونضغط على لسانه كده ونبص على التونسيل هنلاقي ايه؟ الشكل دوت اللي هو جري شويه ميمبرين على التونسيل. لما نيجي نعمل ريموفال للميمبرين دوت هيحصل ايه؟ بليدنج. دي حاجه مميزه للدفتيريا، تمام؟ لو خدنا ثروت سواب، خدنا عينه من الثروت وعملنا لها حللناها بقى، هنلاقي ايه؟ هنلاقي الاورجانيزم اللي هو ايه؟ الدفتيريا باسيلاي، تمام؟ ندخل بعد كده على التريتمنت بقى بتاعها. التريتمنت في توكسين، ندي انتي توكسين، انتي توكسين للدفتيريا، للتوكسين بتاع الدفتيريا يعني، والدفتيريا ديت ندي لها ايه؟ انتي بايوتيك، تمام؟ يبقى انتي توكسين وايه؟ وانتي بايوتيك. الانتي بايوتيك اللي هو ايه؟ بنسلين، تمام؟ دوت اول نوع من الايه؟ من الكروب اللي هو الدفتيريا اللارنجايتس.
تاني نوع معانا بقى اللي هو الفيرال كروب، اللي هو الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس. تمام. بيقول لك ايه، احنا لسه قايلين اصلا ان الفيرال كروب دوت اشهر نوع من الكروب، يعني هو بيمثل 95%. تمام. اشهر بقى اورجانيزم او اشهر فيروس يعمل الفيرال كروب دوت هو فيروس اسمه ايه، برا انفلونزا فيروس. تمام. بيقول لك ان الكوزيتيف اورجانيزم هو البرا انفلونزا فيروس دوت ايه الموست كومن دوت مثلا 75%. تمام. في اورجانيزمات تانية ممكن تعمله، قال لك الانفلونزا فيروس والار اس في اللي هو الريسبيريتور سينسيتيال فيروس والميسلز والايه والادينو فيروس، بس اشهر واحد هو الايه البرا انفلونزا فيروس. يبقى اشهر نوع من الكروب هو الفيرال كروب، واشهر فيروس ممكن يعمل الفيرال كروب هو الايه البرا انفلونزا فيروس. تمام. الكلينيكال بيكتشر، احنا لسه قايلين كروب، يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكروب اللي هي كروبيك اوف استرايدر هورسنس اوف ويس. تمام. نشوف بقى الحاجات الكاركترستيك للفيرال كروب دوت. بيقول لك اول حاجه ان هو الموست كوز اوف كروب، لسه قايلين ان اصلا مسؤول عن 95%. تمام. الايدج بتاعه بيحصل فين؟ من اول 6 شهور لحد 6 سنين. تمام. طب البيك بتاعته امتى؟ عند التو مانس، عند التو ييرز. تمام. يبقى احنا قلنا من 6 شهور ل6 سنين، قلنا 6 مرتين، يبقى البيك بتاعته عند ايه؟ عند التو ييرز. تمام. طب الفيرال دوت عشان يدخل على على اللارنكس، عشان يدخل يوصل للارنكس بقى والتراكيا والبرونكاي وكده، اكيد لازم يعدي بالنوز. تمام. فهو داخل قبل ما تظهر الاعراض بتاعت الفيرال كروب دوت بيسبقها فتره كده من برودروما اوف راينيتس. يعني ايه؟ يعني الفيرال دخل عمل انفكشن في النوز فعمل راينيتس، اللي يبدا بقى سنيزنج كاف مايلد فيفر راني نوز. يبقى ديت ايه الفيرال كروب بيكون قبلها فتره كده من الايه من البرودروما بتاعت الايه الراينيتس، قبلها بيومين تبدأ تظهر كاف مايلد فيفر سنيزنج ران نوز اللي هي أعراض الراينكتس يعني. تمام. بعد كده بقى ندخل بقى في الفيرال كروب. تمام. بيقول لك طب دوت فيرال انفكشن، فنلاقي معاه فيفر، هنلاقي معاه فيفر، بس الفيفر مش هتكون قوية زي بتاعة البكتيريا، بتكون مايلد فيفر 38.5 يعني. تمام. هنلاقي ريسبيراتوري ستريس، بس برضه مش ريسبيراتوري ستريس زي بكتيريا انفكشن، فهي ايه فتبقى مايلد تو مودريت ايه ديجري في ريسبيراتوري ستريس. لو جبنا اللارنجوسكوب وبصينا على اللارينكس بتاعته هنلاقي اديما في الفوكال كورد نتيجة الانفكشن. لو عملنا له سي بي سي اللي هو بتاع الفيرال كورد ده هنلاقي اليوكوسايتوز، يعني زيادة في كرة الدم البيضاء، بس طبعا الزيادة دي مش هتكون جامد زي بتاعة البكتيريا، فبيقول لك ان هو اليوكوسايتوزس بس لس زان 15,000. تمام. لو عملنا له سي اليوكوسايتوز دي بيكون ايه زيادة في كرة الدم البيضاء من لي الليمفوسايت، احنا دي فيرال انفكشن والليمفوسايت هي اللي بتزيد مع الايه مع الفيرال انفكشن. تمام. لو عملنا له سي ار بي هنلاقيه نيجاتيف. هو دكتور الازاز كان بيقول ان في ناس تقول لك سي ار بي نيجاتيف مع الفيرال وبوستيف مع البكتيريا، بس ده غلط. ممكن نقول سي ار بي هيعلى جامد مع البكتيريا ومع الفيرال ممكن يكون نورمال او هيعلى شويه. تمام. يبقى هنلاقي نيجاتيف سي ار بي. تالت نوع معانا وهو الاكيوت ايبيجلوتيتس. تمام. احنا عايزين الاكيوت ابيجلوتيتس ده عباره عن انفكشن سبب ايه بكتيريال. ايه هي البكتيريا بقى اللي هتسببه؟ قال لك البكتيريا هي عباره عن ايه هموفلس انفلونزا بس تايب بي. تمام. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاعته برضو اللي احنا عاوزين كروبيك اوف استرايدر هورسنس اوف فيس. تمام. الكاركتر بتاعته بقى اول حاجه ان هو ليس كومن. ليه ليس كومن؟ عشان احنا بينا ناخد له فاكسين دلوقتي، بينا ناخد للهموفلس انفلونزا ديت فاكسين دلوقتي اللي هو البنتا فاكسين اللي هو كان البرتاسس والتيتانوس وخمس حاجات كده كان من ضمنهم الهيموفلس انفلونزا يعني. تمام. فهو ليس كومن بس لو موجود، يعني لو حصل الاكيوت بلوتيتس دوت فدوت مور سيفير يعني دينجرس جدا لايف ثريتنج اصلا. تمام. فده امرجنسي. تمام. بيحصل امتى؟ بيحصل في ايدج من سنه لسبع سنين. البيك بتاعته نقسم 7/2 يبقى 3.5. البيك بتاعته عند 3.5 years. تمام. يبقى من سنه لسنتين والبيك عند ايه 3.5. طب اللي قبله كان من 6 شهور ل6 سنين والبيج بتاعته عند ايه؟ عند سنتين. تمام. دي بقى بكتيريا الانفكشن، فيحصل معاه ايه؟ اونست اوف فيفر، بس فيفر بقى 40 او اكتر. تمام. وسيفير توكسيميا عشان بكتيريا الانفكشن بقى. تمام. وفيلير تو سولو هيز سليفري سيكريشنز، يعني درولينج. يعني ايه درولينج؟ يعني الطفل بيريل. ليه بيريل؟ عشان مش عارف يبلع سيكريشنز من كتر البين. تمام. فالسيكريشنز ديت تحصل لك الانفكشن في تتجمع في الماوس وبعدين ايه يحصل له درولينج بقى يبدأ يري. تمام. بيقول لك بقى ان هو الطفل اللي عنده كتب بروتيتس دوت له بوزيشن كده مميزه اللي هي بيكون ايه بيقعد الموبايل ليننج فورورد ويز اوبن ماوس اند هايبر اكستنشن اوف نيك، يعني قاعد زي الصوره كده مميل لقدام وفاتح بقه وعامل هايبر اكستنشن للنيك بتاعته. ليه عامل كده؟ عشان لما بيقعد الوضعيه ديت او بيعمل الوضعيه ديت
دوت بيحاول يبعد الابيجلوت شويه عن الفتحه بتاعه الايه بتاعه اللارينكس، فيخلي ال فيخلي الايه الهواء يدخل بسهوله. تمام، فديت وضعيه مميزه للايه للاكيوت ابيجلوتايتس او الابيجلوتايتس، ان هو بيكون لينينج فورورد فاتح بقه وعامل هايبر اكستنشن للايه للنك، اللي هي الوضعيه ديت قاعد مميل لقدام وفتح بقه وعامل هايبر اكستنشن للنك، يعني رافع راسه فوق كده فوق كده. تمام. احنا لسه قايلين ان في ايه سيفير توكسيميا، فالسيفير توكسيميا دي تدخله في ايه في سيبتك شوك، سيبتك شوك تدخله في فيس اوف كونشسنس. تمام. سيفير ريسبيراتوري ستريس اند ايه ساينوزس، احنا كنا قايلين في الفيرال مايلد تو مودريت، لا هنا بقى الريسبيراتوري ستريس دي بكتيريا، وبكتيريا جامده اثرت على البيجلوتس وقفلت قفلت الايروي خالص، فالريسبيراتوري ستريس يكون ايه سيفير، ممكن يوصل ليه لساينوزس. تمام، بيقول لك ان الطفل دوت بنعمل له ايه urgent intracranial intubation is needed for most of cases، يعني لازم ضروري نعمل له ايه نركب له intracranial tube نتاعي. وليه بقى؟ عشان نبيبص الاوبستراكشن ده، يعني في هنا مثلا دي او اي حاجه في الابيجلوتس قافل الايروي، فاحنا نقوم مركبين تيوبه تقوم معديه الجزء ده، هنركب تيوب من هنا كده تعدي الجزء اللي الابيجلوتس قافله ده. تمام، فده بنحتاج له ايه urgent intracranial intubation. تمام، الطفل ده بقى لما نيجي نعمله سي بي سي هنلاقي ماركت ليوكوسيتوز، بس الليوكوسيتوز بقى هتكون اكتر من 15000، يعني ليوكوسيتوز محترمه من زي هناك بقى بتاعه الفيرال. تمام، نعمله سي ار بي نلاقي بوزيتيف سي ار بي. تمام، لو خدنا بلاد وعملنا بلاد كلتشر نلاقي بوزيتيف بلاد كلتشر. تمام، بيقول لك بقى خلي بالك ان الطفل دوت اللي هو بتاع البلوتيس ده لو جيت عملت له مثلا اريتيشن بتنج ديبريسور مثلا عشان اشوف مثلا التونس بتاعته واشوف الفوكال كورد واشوف ايا كان اللي اشوفه بقى، ممكن ايه دوت يعمل اسبازم اسبازم لللارنكس ويحصل له سفوكيشن. تمام، فممنوع ممنوع ممنوع ان انا ايه اعمل له ان انا اشوف زوره مثلا بتنج ديبريسور او احط له تنج ديبريسور فوقه اصلا. تمام، تاني حاجه اصلا احنا عشان نعمل له انتيويشن احنا بنسجل او ماشي، تاني حاجه ان احنا عشان اصلا نعمل له انتيويشن اول حاجه ندخل بالرينج سكوب. تمام، فالرينج سكوب دوت وممكن انت داخل بيه كده دوت يعمل ايه زي ريفلكس كده، فيقوم حاصل لارينجيال سبازم ويحصل له ايه سفوكيشن. فبيقول لك ان انت اصلا عشان تعمل له انتيوبيشن لازم تعمل له انتيوبيشن فين؟ في اوضه عمليات، ويكون موجود دكتور اي ان تي ودكتور تخدير ودكتور اطفال. ليه؟ عشان انا جيت اعمل له انتيوبيشن دخلت باللارينج سكوب حصل لارينجيال سبازم وسفوكيشن، بقى هسيبه؟ لا، انهم عاملين له ايه بقى؟ تراكيستوم، يعني نفتح له فتحه في التراكيه بقى تراكيستوم اللي كنا خدناها في الاي ان تي. فديت ان بي هيت في الجنب كده بيقول لك ان اللارينج سكوب يعني واحنا داخلين بالارينج سكوب عشان نركب التيوب الارينج سكوب في حالات الابيجلوتيتس بيكون دينجرس. ليه بقى؟ عشان ممكن يعمل ايه لارينجيال سبازم، فلما يحصل لارينجيال سبازم يحصل ايه سفوكيشن، فلما يحصل سفوكيشن خلاص الطفل مش هيقدر ياخد نفسه يموت. طب فالمفروض ان احنا بقى نعمل الايه الانتيوبيشن دوت فين؟ في اوبريتنج روم. تمام، في وجود ايه انا دكتور تخدير ودي دكتور اطفال وينيتي سيرجن دكتور انفوز. تمام، ليه بقى؟ عشان لما يحصل سفوكيشن نعمل له ايه امرجنسي ايه تراكيستو. تمام، يبقى كده السبب الثلاث اسباب بتوع الانفكشن اتكلمنا عنها. عايزين نقارن بقى ما بين الفيرال كروب اللي هو كان اشهر نوع والابيجلوتيتس اللي هو ايه اخطر نوع. الفيرال كروب دوت قلنا سبب فيرال واشهر فيرال يعمل له هو الايه البارا انفلونزا فيروس. طب الابيجلوتيتس ديت لا دي سبب بكتيريال واشهر بكتيريا تعمل لها الايه اللي هي الهيموفلاس انفلونزا. تمام، الانسيدنس انهي اشهر واحده الفيرال. طب الابيجلوتيتس ده ليه ترير عشان بقى ليها فاكسين دلوقتي. تمام، طب الايدج احنا قلنا الفيرال كروب دي بتحصل من سن 6 شهور لست سنين والبيك بتاعته بتبقى عند 2 ييرز. تمام، يبقى اراوند 2 ييرز بتاعت الفيرال. طب الابيجلوتيتس احنا قلنا بتحصل من عند ايه بقى؟ من عند سنه من عند سنتين لسبع سنين والبيك بتاعته بتبقى عند ايه؟ عند 3 ونص سنه. تمام، يبقى above 2 ييرز. تمام، الانسيد احنا قايلين الابيجلوتيتس ديت اكيوت فبتبقى اوفر اورز يعني على مدار ساعات، انما الفيرال كروب ديت قلنا ده بيدخل عن طريق النوز وعقبال ما يوصل للارينكس وبيعمل برودروما بتاعت الراينيتس فبتبقى اوفر دايز. تمام، تاني حاجه هو بيقول لك البرودروما بتاعت الراينيتس بتكون موجوده فين؟ في الفيرال كروب. تمام، طب انها في الابيجلوتيتس لا مش موجوده. الكف في الفيرال بتكون ايه سيفير وكروب. تمام، انما في الابيجلوتيتس بتكون ابسنت او لو موجوده بتكون ايه حاجه بسيطه جدا. تمام، تاني حاجة الفويس هورس فويس، انما الفويس في الابلوتيتس بيكون مفرد فويس عشان الايه الابلوتيتس قافل على الفوكال كورد وقافل على اللارنكس خالص فصوته مش بيطلع اصلا. تمام، الاسترايدور هنا بتاعة الفيرال هتكون هارش، بتاعة الايه الابلوتيتس بتكون سوفت.
respiratory stress احنا قلنا الفيرال بيكون حاجة بسيطة mild to moderate، انما الابيلوتيتس هيكون ايه severe respiratory stress ممكن يوصل ليه لسينوز. تمام، الدرولينج مفيش درولينج في الفيرال جروب ليه؟ عشان بيسولو الطفل بيسولو السكريشنز بتاعته عادي، انما في الابيجلوتيتس لا مش بيعرف يبلع السكريشنز بتاعته فبيحصل ليه درولينج عادي. تمام، الابيرنس الطفل بتاع الفيرال كروب ده بيكون انويل يعني شكله اه تعبان، انما بتاع الابيجلوتيتس بيكون فيري ال تعبان جدا. تمام، توكسيك وفيري ال، يبقى انهي الاخطر؟ الابيجلوتيتس. تمام، وكل حاجه وحشه بتبقى مع الابيجلوتيتس، انما الفيرال بتكون حاجه بسيطه. تمام، بس انهي اشهر بقى؟ الفيرال. تمام، ديت صوره كده الابيجلوتيتس، الطفل بيبقى كده قاعد مميل لقدام فاتح بقه ورافع راسه. تمام، ديت اسمها ترايبل بوزيشن. تمام، بيكون في فيفر، قلنا فيفر عاليه بتوصل ل 40، في كف قلنا ايه قليله او ممكن تكون مش موجوده اصلا، فاتيج، درولينج، السلايفا بتخرج، في ريسبيراتوري ستريس بيوصل لساينوزس، فساينوتيك ليب في وبريفرال ساينوزس. تمام، مش بريفرال في الاطراف، سينوس في الاطراف بتاعته يعني. تمام، بيقول لك في الاكس راي ليها ساين كده اسمها صم ساين، يعني ادي الابيجلوتس اهوت، الانفليم ده اهوت، ده انفليم، ده ابيجلوتس. تمام، فبيظهر شبه الصابع كده فاسمها صم ساين. تمام، ديت الايه الابيجلوتيتس. دول كده كانوا الثلاث اسباب الايه اللي يعملوا انفكشن، انفكشن كروب يعني. ندخل بقى على الحاجات التانية اللي هو السبازمودك كروب. السبازمودك كروب دوت له اسم تاني اسمه ميد نايت كروب. ليه ميد نايت كروب؟ قال لك عشان دي بتحصل فين؟ بتحصل في الميد نايت. كانت موجودة هنا، كانت موجودة هنا كده. بتحصل فين؟ في الميد نايت، واصلا بتصحي الطفل من النوم، فديت كروب او خنقة بتحصل للطفل تصحيه من النوم. تمام، بتستمر الايه لمدة ساعة لثلاث ساعات وبعدين تمشي، تيجي له بقى في ريكورنت نيكست نايت، يعني تيجي له الليلة الجاية بقى. تمام، يبقى السبازمودك كروب هي عبارة عن اليرجي او ممكن تكون فيرال. تمام، اليرجي او فيرال، عمل اسباز من فين؟ في اللارنكس. تمام، الكلينيكال بيكتشر هو كروب، فالكلينيكال بيكتشر بتاعت الكروب اللي هي كروبي كاف سترايدر هورسنس اوف ويس، الايدج بتاعها من 1 لـ 3 years. تمام، نوت اسوشيت ويز كونستيتيوشنال مانيفستيشن، يعني مفيش بقى معاها فيفر وانالوجيا وماليز والحاجات ديت، لا هو يا دوب ضيق في اللارنكس بس، ما هو سببه مش انفكشن. تمام، بتحصل فين؟ في الميد نايت، فعشان كده سميناها ايه ميد نايت كروب. والكروب دي بتصحي الطفل من النوم. تمام، بسبب كروب وريسبيراتوري ستريس، بتفضل مستمرة لمدة من ساعة لثلاث ساعات وبعدين تمشي، وتريكرنت تاني في نيكست ايه نايت. تمام، لما نجيب لارينج سكوب ونيجي نبص على اللارينكس بتاعته هنلاقي لارينج بس، ما هنلاقي دي فين؟ في اللارينكس بس. نبص امتى بقى؟ اثناء الاتاك، يعني مش نيجي بعد ما احنا قلنا الاتاك بتيجي بالليل وتيجي من مدة ساعة لثلاث ساعات، مش نيجي بعد ما الاتاك تفوق نبص ما مش هنلاقي حاجة. تمام، لا نبص ديورنج الايه الاتاك. تمام، بيقول لك ان الطفل اللي عنده سبازمودك كروب دوت، انا ليه عندي بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني حد من والده كان كده، حد من اخواته كده. تمام، يبقى ديت الايه السبازمودك كروب. خامس حاجه بقى اللي هي اللارينجيال، اللي هي الكونجينيتال كروب، اللي هي اللارينجو ماليشيا. تمام، بيقول لك ان اللارينجو ماليشيا دي كونجينيتال لارينجيال ماسل ويكنس، يعني ايه ويكنس في الماسلز. تمام، دي حاجه كونجينيتال، ف توقعك كده بما انها كونجينيتال هتكون من امتى؟ سينس بيرس، يعني من ساعه ما اتولد. تمام، يبقى اللارينجو ماليشيا دوت عباره عن ويكنس في المسلز بتاعت اللارينكس، فلما يكون في ويكنس في المسل بتاعت اللارينكس هيجي الطفل ياخد نفسه، تومي المسل بتاعت اللارينكس ديت متطبعه على بعضها فتعمل ايه كروب. تمام، يبقى هي عباره عن كونجينيتال لارينجال مسل ويكنس، يعني ضعف في المسل بتاعت اللارينكس وحاجه كونجينيتال، فبما انها كونجينيتال تبقى ايه سينس بيرس، يعني منذ الولاده. تمام، هي برضو نفس الكلينيكال بيكتشر بتاع الكروب، بس هنزود عليها ايه سنسيورس، يعني من ساعه ما اتولد تبقى كروبي كاف سترايدر هورسنس اوف فويس، بس امتى؟ سنسيورس. تمام، ادي اللارنكس العادي اهوت شكله المفروض يبقى كده، هيجي بقى الطفل وهو الطفل اللي عنده لارنجو ماليش دوت عنده المسلز بتاعت اللارنكس ايه ضعيف، تيجي هو بياخد نفس يقوم ايه مطبق كده يضيق اللارنكس، فبيسموها اوميجا ساين، عامل شبه الاوميجا. تمام 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 الحاجه المميزه اللي هي سنس بيرس عشان هي حاجه ايه كونجنتال. تمام، الكاركترز بتاعته بقى بيقول لك ان المانيفستيشن بتزيد بالفيدنج. تمام، وبتتحسن ديورنج السليب والبرون بوزيشن، يعني لما ينام على بطنه وديورنج السليب، انما بتزيد امتى؟ بالفيدنج.
يبقى اللارينجوماليشيا المانيفستيشن بتاعتها تزيد بالفيدنج وتقل بالنو والبرونكوزيشن. تمام. طب ليها تريتمنت؟ لا ملهاش تريتمنت، نو ريكويرمنت تريتمنت، بس الاسترايدور بتمبروف في نهايه ايه الفيرست يير. يعني ام هتيجي تقول لك مثلا الطفل بيتخنق او مبيبقاش قادر ياخد نفسه، وخاصه لما يجي ياكل. تمام. انما لما ينام او نايمه على بطنه لا يتحسن. تمام. هتقول لها ايه العلاج؟ هقول لها والله مفيش علاج، انا بس ايه هنفضل كده لحد سنه، وبعد سنه ان شاء الله هيتحسن، يعني نهايه السنه الاولى من عمره هيتحسن. تمام. دي كده الايه الكوز بتاعت الكوز بتاعت الكو. التريتمنت بقى، التريتمنت هقسمه حاجه جنرال يعني حاجه لكل انواع الكروب، وحاجه سبيسيفيك يعني كل نوع من الكروب بقى بيبقى يعني مثلا بكتيريا هديله انتي بايوتيك يبقى سبيسيفيك تريتمنت. تمام. تريتمنت على حسب نوع الكروب. تمام. اول حاجه اي نوع من الكروب هديله ستيم انهاليشن، يعني هخليه جلسات بخار. ليه بقى جلسات بخار؟ اول حاجه ان البخار دوت هيدخل يعمل ايه، هيقلل الاديمه. تاني حاجه لو في سيكريشن او في ميوكس ولا حاجه هيشتغل كميوكوليتيك يدوبه كده ويخرج بقى. تمام. تاني حاجه هديله اكسجين انهاليشن عشان احافظ على ايه، على الاكسجين ساتوريشن فوق ايه 92. يبقى عايز الاكسجين ساتوريشن يكون ايه فوق 92. يبقى اول حاجه اديله بخار، تاني حاجه اديله ايه اكسجين. البخار قلنا هيقلل الاديمه ويشتغل كميوكوليتيك كده. تمام. الاكسجين عايزين نخلي الاكسجين، الطفل ده عنده نقص في الاكسجين، عايز الاكسجين ساتوريشن يزيد فوق 92. تمام. تاني حاجه اديله سترويد. الاسترويد دوت ممكن اديهوله اورال او انترا ماسكولار ديكساميثازون. الجرعه بتاعته من 2.5 مللي جرام لكل كيلو جرام. يبقى اديله ديكساميثازون اللي هو سترويد اورال او انترا ماسكولار من 2.5 ايه مللي جرام لكل كيلو جرام. تمام. او ممكن اديله سترويد نيبولايزد، يعني جلسات بقى سترويد زي البيوتسانايد. البيوتسانايد دوت اللي هو البالمكورت ده برضه كورتيكو سترويد. تمام. برضو ممكن يستخدم كجلسات. تمام. يبقى اول حاجه في تريتمنت ان انا اديته ايه انهاليشن، ستيم انهاليشن وستيم انهاليشن وايه واكسجين. تاني حاجه اديته استرويد، استرويد اورال او انترا ماسكولار زي ديكساميثازون من 2.5 مللي جرام لكل كيلو جرام، واديته ايه بيوتسانايد اللي هو البالميكورت الجلسات بقى ده برضو كورتيكو استرويد. تمام. دول اول اربع حاجات، يعني بخار، اكسجين، استرويد، ديكساميثازون او بيوتسامايد. تمام. ممكن اديله بقى جلسات ادرينالين. الريزمك ادرينالين دوت ادرينالين مخصص كده للجلسات، يبقى نوبلايزد اللي هو جلسه ادرينالين. تمام. الجرعه بتاعتها بتبقى من ربع لنص مللي جرام لكل كيلو جرام. يبقى ريزمك ادرينالين بتاع جلسات، يعني يستخدم في الجلسه انهاليشن يعني او نوبلايزد. تمام. من ربع لايه لنص ملي لتر لكل كيلو جرام. تمام. بنخففه بقى بنعمله ديلوشن فيه في 3 ملي، يعني بناخد من ربع لنص ملي لتر من الادرينالين نحط عليه 3 ملي من النورمال سالين او السترول سالين ونعمل بايه جلسه. تمام. ده بيعمل رابيد ريسبون من خلال ايه من 10 ل 20 ايه دقيقه. طب الادرينالين دوت هيدخل يعمل ايه؟ اول حاجه يعمل فاس كونستريكشن للاديم. تمام. ممكن يعمل برونكو دايليشن. تمام. في بقى ادرينالين اللي هو تركيز واحد على 1000 دوت عباره عن ادرينالين اصلا بيبقى انترا ماسكولار دوت. ممكن نجيب الامبول اللي هو بيتاخد انترا ماسكولار اللي هو الادرينالين واحد على 1000 ده نحطه برده، يعني لو ما لقيناش اللي هو ريزمك ادرينالين دوت ممكن نستخدم الادرينالين اللي هو واحد على 1000 ده. فبيقول لك ان الادرينالين واحد على 1000 دوت سوليوشن از ايكوالي افكتيف از ريزمك ادرينالين، يعني دوت زيه زي ريزمك ادرينالين بالظبط. ماشي. بس الدوس بتاعته هتبقى 4.1 مللي لكل كيلو جرام. تمام. يبقى في ريزمك ادرينالين دوت ادرينالين نستخدمه في جلسات عادي، وفي ادرينالين اللي هو بيبقى امبول عباره عن بيتاخد انترا ماسكولار دوت برضه ممكن نستخدمه كبدل ريزمك ادرينالين ده، وبيكون افكتيف زيه، بس نستخدم الجرعه بتاعته بتبقى ايه 4.1 مللي لكل كيلو ايه جرام، بس الماكس دوز بتاعه ان ايه 5 مللي، ما زودش عن 5 مللي. تمام. لو طفل اكبر من 4 سنين، وبرضه ما زودش عن 2.5 مللي لو طفل اقل من 4 سنين. انا توهت. بص احنا عندنا ريزمك ادرينالين وادرينالين. ريزمك ادرينالين ده بتاع جلسات عادي، بستخدمه بجرعه من 2.5 لنص، بستخدمه من جرعه من ربع لنص مللي لكل كيلو جرام، بس لو انا بستخدمه خفيف على ايه 3 مللي من النورمال صالين. عندنا ادرينالين تاني بقى اللي هو بيتاخد انترا ماسكولار دوت، ممكن اجيبه واستخدمه في اعمل بيه جلسات، بس بستخدمه بجرعه 4.1 مللي لكل كيلو جرام. تمام. دي الجرعه بتاعته. بغض النظر بقى عن الجرعه ديت،
مينفعش ادي طفل اكبر من 4 سنين اكتر من 5 مللي من الادرينالين اللي هو 1 على 1000، ومينفعش ادي طفل اقل من 4 سنين اكتر من 2.5 مللي على اكتر من 2.5 مللي. تمام، يا رب انا تهت اصلا. بص، انا عندي نوعين من الادرينالين، ريزميك ادرينالين وادرينالين اللي هو امبول بيتاخد اي ام. تمام، الاثنين ممكن استخدمهم ان انا اعمل بيهم جلسات في حالات الايه الكرو. تمام، لو هستخدم ريزميك ادرينالين بستخدمه بدوز من ربع لنص مللي لكل كيلو جرام، بس احسب الدوز بالطريقه دي من ربع لنص مللي لكل كيلو جرام. تمام، والجرعه اللي تطلع لي بحط عليها ايه، بحط عليها بخففها ب 3 مللي نورمال سلاين. تمام، طب ما فيش ريزميك ادرينالين دوت، وهستخدم الادرينالين اللي هو الامبول اللي هو بيتاخد انتراماسكولار ده، خلاص هستخدمه. تمام، بس هستخدمه بدوز بقى 4 من 10 مللي لكل كيلو جرام. تمام، طب حسبت الدوز ديت، حسبت الجرعه ديت، وطلعت لي لو هو طفل مثلا اكبر من 4 سنين وطلعت لي اكتر من 5 مللي، لا ما ادوش اكتر من 5 مللي. يعني لو هو طفل اكتر من 4 سنين ما ادوش اكتر من 5 مللي. تمام، طب لو هو طفل اقل من 4 سنين، انا حسبت الجرعه لطفل اقل من 4 سنين وطلعت اكتر من 2.5 مللي، لا ما ادوش اكتر من 2.5 مللي، اكتر حاجه اديها له هي 2.5 مللي. تاني، لو هو ادرينالين، الادرينالين دوت اللي هو 1 على 1000 ده، الجرعه المفروض اديها للطفل 4 من 10 مللي لكل كيلو جرام. تمام، دي الطريقه اللي هحسب بيها. تمام، بس اخلي في بالي ان لو طفل اكتر من 4 سنين اكبر جرعه ممكن اديها له هي 5 مللي. يعني انا حسبته وطلع لي اكتر من 5 مللي، لا ما ينفعش اديله اكتر من 5 مللي. تمام، طب طفل اقل من 4 سنين برضو اكبر جرعه ممكن اديها له من الادرينالين ديت هي 2.5 مللي. انا حسبت بالطريقه اللي احنا قلناها اللي هي 4 من 10 مللي لكل كيلو جرام، وطلع لي اكتر من 2.5 مللي، لا ما ينفعش اديها له. تمام، اكتر حاجه اديها له 2.5 مللي. تمام، يبقى دوت الايه التريتمنت بتاع الكروب. اول حاجه بخار واكسجين. البخار قلنا بيشتغل بيقلل الاديمه وميكروتيك. تمام، الاكسجين عشان يحافظ على الاكسجين ساتوريشن اكتر من 92%. تمام، ادي سترويد كانتي انفلاماتوري، سترويد انتراماسكولار او اي ام، انتراماسكولار او اورال زي الدكساميثازون. ادي نيبولايزد بيوتسينايد، دوت عباره عن برضو سترويد بس جلسات. تمام، استخدم ايه ادرينالين. تمام، طب جربت ده كله ما ينفعش، ساعتها بقى اعمل ايه اندوتراكيال انتوبيشن. تمام، دوت في السيفير ريزيستنت اي كيس اركب تيوب عشان خلاص احط على جهاز التنفس الصناعي ميكانيكال فنتيليشن بقى. تمام، في حاجات بقى سبيسيفيك، يعني مثلا لو هو ايبيكلوتيتس، احنا عارفين ان ايبيكلوتيتس دوت سبب بكتيريال، خلاص اديله سيفو تاكسيم او سيفو تراكسيون اللي هو سيرتجينيشن سيفلوسبور. تمام، من 7 ل 10 ايام. لو في ديفتيريا هدي انتي توكسين للتوكسين بتاع الديفتيريا وهدي ايه بنسلين. تمام، لو في هايبوكالسيميا هدي انترافينوس كالسيوم جلوكنيت. لو في فروم بادي اعمل له برونكوسكوب واشيل الفروم بادي ده. تمام، دوت التريتمنت بتاع الايه الكروب. بقى اللي احنا خدناه تاني، احنا اتكلمنا عن الكروب واتكلمنا عن الديفينيشن بتاعها، وقلنا المشكله بتاعتها بتكون في اللارينكس، وقلنا الاسباب بتاعها ممكن تكون بسبب انفكشن او نون انفكشن، وقلنا انفكشن 3 حاجات، 2 بكتيريا لواحده فيرال. الفيرال طبعا هي اشهر حاجه، البكتيريا ممكن تكون ديفتيريا. تمام، الاورجانيزم بتاعها ديفتيريا لارنجيتس، يبقى الاورجانيزم بتاع الديفتيريا. تمام، ممكن تكون تاني حاجه في البكتيريا الايبوكلوتيتس، الاورجانيزم بتاع الهيموفلاس انفلونزا تايب بي، وديت ليس كومن دلوقتي قلنا عشان في فاكسين، و بس ديت ايه لو حصلت فديت دينجرس وامرجنسي، دي اخطر حاجه فيهم يعني. تمام، وبتحصل في سن من كام، من 2 لـ7 سنين، البيج بتاعتها عند 3.5 يير. تمام، طب الفيرال دي بقى هي اشهر حاجه، الموست كومن. الاورجانيزم بتاع البرا انفلونزا فيروس، السن بتاعها من 6 شهور لـ6 سنين، والبيج بتاعتها عند ايه، عند 2. تمام، في مقارنة بين الفيرال ابوبلوتاتس واللي ديت، الفيرال ابوبلوتاتس والفيرال كروب والابوبلوتاتس دول مهمة جدا. تمام، بعد كده قلنا بقى الأسباب اللي هي الانفكشن، اللي هي السبازمودك كروب والايه واللارنجيو ماليسي. السبازمودك كروب ديت قلنا اسمها ميد نايت كروب عشان بتحصل برضو في الميد نايت، صحي الطفل من النوم، وبتحصل في سن من 3 من سنة لـ3 سنين، ولما بتحصل بتستمر في اتاك كده من ساعة لـ3 ساعات برضو. تمام، يبقى بتحصل من سنة لثلاث سنين وبتستمر في اتاك من ساعة لـ3 ساعات. اللارينجيو ماليشيا دي بقى ضعف في العضلات بتاعة اللارينكس، وبتبقى من أول الإيه سينسيرس، من أول الولادة، وده بيكون حاجة كونجينيتال، وبتمبروف السيمتومز، بتمبروف بعد إيه، بعد الفيرست يير، يعني بعد أول سنة من الولادة. تمام، ندخل بقى على الحاجة المهمة التانية اللي هنتكلم عليها، اللي هي الأكيوت برونكيولايتس. تمام، الأكيوت برونكيولايتس دي
ايتس يعني انفلاميشن، برونكيولايتس اللي هي برونكيول، اللي هي البرونكيول اللي هي سمول ايروي، ما احنا عارفين تراكيا، التراكيا وبعد كده برونكويا وبعد كده برونكيول، تمام. فحصل انفلاميشن بس في ايه، فين بقى؟ في البرونكيول. فبيقول لك هو عباره عن ايه، انفلاماتوري اوبستراكشن، يعني حصل اوبستراكشن نتيجه انفلاميشن في السمول ايروي. ايه هي السمول ايروي؟ اللي هي البرونكيول. بيحصل امتى؟ during the first 2 years. بيحصل امتى؟ during the first 2 years with peak incidence at 6 months. يعني هو عبارة عن inflammation بيعمل obstruction في the small airway اللي هي البرونكيول، وبيحصل خلال اول سنتين، والبيك بتاعته بتبقى ايه؟ 6 شهور. البيك بتاعته عند 6 شهور، تمام. الاتيولوجي اشهر حاجة بتعمله هي ايه؟ هي الريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس اللي هو الار اس في، تمام. يعني قلنا اشهر فيروس بيعمل الفيرال كروب كان هي البرا انفلونزا فيروس، انما الاشهر فيروس بيعمل الاكيوت برونكيولايتس هو الايه، الار اس في اللي هو الريسبيراتوري سينسيتيا الفيروس، تمام. دوت الموست كومن، مسؤول عن 80% من الحالات، تمام. في برضه اورجانيزمز تانية ممكن تعملها، البرا انفلونزا فيروس والادينو فيروس والميسوز فيروس، بس اشهر واحد اللي هو الايه، الار اس في، تمام. يبقى عندنا اتنين فيروس مشهورين دلوقتي، ايه هما؟ الفيروس اللي بيعمل برونكيولايتس اسمه ار اس في اللي هو الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس، والفيروس اللي بيعمل الفيرال كروب اسمه برا ايه، برا انفلونزا فيروس، تمام. الباثوجينيسيس بقى بتاعت البرونكيولايتس ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه بيقول لك ان البرونكيولز بيحصل لها انفيجن بايه، بالفيروس. الفيروس بيملى البرونكيول، تمام. فيبدا يعمل ايه، انفلاميشن في البرونكيال وول، فيحصل انفلاميشن، يحصل اديما، يحصل بارشال ايه، بارشال اوبستراكشن. يبقى الفيروس ملى البرونكيول، عمل انفلاميشن، في انفلاميشن وديما فين، في البرونكيال وول، فعمل بارشال ايه، اوبستراكشن. فيجي بقى الهواء يدخل فيحصل له انفلو عادي، تمام، بس يجي يخرج ما يعرفش يخرج، فالهواء يتجمع جوه اللنج، جوه الالفيولاي، فيحصل ايه، هايبر انفليشن اللي هي انفيزيما، تمام. طب الهواء متجمع جوه، خلاص احنا خدنا منه الاكسجين وادينا له ثاني اكسيد الكربون، عايزين بقى نخرجه عشان نجيب اكسجين تاني، لا هو ما بيعرف، الهواء ما بيعرفش يخرج، فيفضل قاعد جوه، فيحصل ديفكت في الجاز اكسشينج، فيزيد ثاني اكسيد الكربون اللي هو سي او 2 جوه، فيحصل هايبر كابنيا، ويقل الايه، ويقل الاكسجين، فيحصل هايبوكسي، تمام. يبقى الباثوجينيسيس بتاعت البرونكيولايتس دوت ايه، اول حاجه البرونكيول حصل لها انفيجن بالايه، بالفيروس، الفيروس من البرونكيول، عمل انفلاميشن فين، في البرونكيال وول، وعمل اديمه، فعمل بارشال اوبستراكشن، يعني اضيقت الوول بتاعت البرونكيول، اضيقت، فالهواء يدخل عادي بس يجي يخرج ما يعرفش يخرج، تمام. فلما ما يعرفش يخرج خلاص الهواء قاعد جوه ومليان ايه، مليان ثاني اكسيد الكربون، فيقل الاكسجين ويزيد ثاني اكسيد الكربون، يعمل هايبر كابنيا وهايبوكسي، تمام. الكلينيكال بيكتشر بقى، اول حاجه الأم تيجي تقول لك إن مثلا كان هي أو والده أو أي حد في العيلة يعني كان عنده respiratory syncytial infection، تمام، كان عنده infection دور برد ولا حاجة، تمام، والطفل دوت كان قاعد جنبه مثلا أو لاف منه أو تعالى منه، تمام. بعدها بيومين تلاتة بدأ يظهر عليه fever و rhinitis، بعدها بشوية بدأ الطفل يكح و shortness of breath و wheeze، تمام. الويز ديت مش ممكن تكون قوية جدا لدرجة إنك تسمعها كده من غير سماعة ومن غير أي حاجة، يعني تسمعها عادي بودنك من غير ما تحتاج سماعة يعني، تمام. يبقى الأم تيجي تقول إن الطفل دوت كان حد في العيلة عنده infection respiratory syncytial virus، بعدها الطفل كان قاعد جنبه مثلا أو اتعامل معاه وكده فلقط منه بقى، فبدأ يظهر عليه fever rhinitis خلال يومين لتلاتة، بعدها بدأ يبقى في كف، في shortness of breath، في wheeze، تمام. هاجي بقى أنا أفحصه، هلاقي اول حاجه ريسبيراتوري ستريس بالدرجات بتاعته، ممكن الاقي تاكيبني، ممكن الاقي ريتراكشن، ممكن الاقي جرانتنج، وقلنا بقى الدرجات ديت يعني، تمام. وممكن الاقي ساينوس وممكن لا، يعني ممكن يكون بسيط يا دوب تاكيبني، ممكن معاه ريتراكشن، ممكن جرانتنج جريد 3 مثلا، ممكن يوصل لدرجه ان في ساينوس، ممكن لا ما يوصلش كده، تمام. هحط السماعه بتاعتي بقى واجي اسمع، اول حاجه هو في نارو في الايروي، فهيعمل ايه، ديفيوز ويزز، تمام. تاني حاجه ديت انفكشن، يعني في فلويدز جوه، في انفلاميشن، ففي في فلويد بقى، في اكسديت مثلا وفلويد وكده، فيعمل ايه، كريبيتيشن، الهواء داخل يعمل فين، كريبيتيشن، تمام. ممكن اسمع برضو كريبيتيشن، تمام. والايروي هو داخل هيكون قليل، فدايمنج دي اير ايه، انتري، تمام. يبقى اول حاجه الام تيجي تقول للطفل دوت تعرف مثلا لحد كان عنده فيرال انفكشن في الريسبيراتوري مثلا، ريسبيراتوري فيرال انفكشن، بعد كده بدأ يظهر عليه فيفر وراينيتس خلال يومين تلاتة، بعد كده بدأ يكح، شورتنس اوف بريس، نفسه يضعف او ديزنيا مثلا، بدأ يدخل في ديزنيا، واسمع وصدره بيزيق مثلا، يعني تقول لك انا حاسس ان صدره بيزيق،
تمام. انت هتيجي تبص عليها تلاقي ريسبيراتوري ستريس الدرجات بتاعته تمام. هتجيب سماعتك تيجي تسمع هتلاقي ايه ويزز ديفيوز ويزز على الشيست بتاعه كله. هتلاقي ده مينج دير انتري ممكن بسبب السكريشنز اللي هي موجوده نتيجه الانفلاميشن دوت تلاقي ايه كريبتيشن تمام. الكومبليكيشن بقى الطفل دوت ممكن ايه يدخل في ريسبيراتوري فيلير تمام. احنا قلنا ليه ريسبيراتوري ستريس ممكن تكون الانفكشن سيفير قوي لدرجه انه يدخل في ريسبيراتوري فيلير تمام. دي هيدريشن. ليه دي هيدريشن؟ الطفل دوت هيكون مش بياكل ما فيش فرصه انه ياكل يعني هيكون اريتابل لدرجه انه مش بياكل مثلا او فاتيج لدرجه انه مش بياكل او تمام فيحصل له ايه دي هيدريشن تمام. تاني حاجه في ريسبيرتوري فيلير اكيد اللي معايا هارت فيلير تمام. وبيقول لك ان الهارت فيلير بيكون بسبب فيرال مايكارديتس يعني مش بسبب ريسبيرتوري فيلير لا بسبب فيرال مايكارديتس يعني الفيرال وصل للهارت عمل فيرال ايه مايكارديتس تمام. ممكن على الفيرال دوت يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. يبقى كانت من تاكيدات الدكتوره ان مشروع اصلا ان الفيرال دوت يحصل عليه سكندري بكتيريال انفكشن. فبدل ما هي كانت برونكيولايتس بس لا تبقى برونكو ايه نمونيا يعني حصل بقى افكشن للبرينكما بتاعت اللنج فبقى برونكو نمونيا تمام. يعمل ايه ميتابوليك اسيدوزيس. هو الطفل ده هيحصل عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس وميتابوليك اسيدوزيس. ريسبيراتوري اسيدوزيس ليه؟ هو الطفل دوت احنا قلنا عنده هايبر كارب يعني زياده في السي او 2 فالسي او 2 دوت يعمل ايه اسيدوزيس يخلي البي اتش تقل عن 7.35 تمام. ديت ريسبيراتوري اسيدوزيس. عنده ريسبيراتوري اسيدوزيس ومعاه برضه ايه ميتابوليك اسيدوزيس. قلنا ريسبيراتوري اسيدوزيس عشان السي او 2 زاد جوه فيعمل ريسبيراتوري اسيدوزيس تمام. ميتابوليك اسيدوزيس ليه بقى؟ عشان الطفل دوت عنده ريسبيراتوري ستريس بيحاول وتاكيبني فبيحاول يتنفس بسرعه. فلما يتحاول يتنفس بسرعه دوت ستريس على الريسبيراتوري ماسل فتشتغل كتير يبقى الريسبيراتوري ماسل شغاله كتير والاكسجين قليل فتدخل تعمل ايه انيروبيك ريسبيريشن بقى تمام. فالانيروبيك ريسبيريشن ينتج عنه لاكتيك اسيد. فاللاكتيك اسيد يعمل ايه اسيدوز اسمه ايه ميتابوليك اسيدوز. يبقى ممكن اللي عنده ريسبيراتوري اسيدوز وايه وميتابوليك ايه اسيدوز. تاني حاجه بيقول لك ان اللونج ستاندنج اير واي اوبستراكشن ان سام كيس يعني بقى الانفكشن ديت او الانفكشن اللي حصلت ديت ممكن تهيل تيل بفايبروز فتعمل ايه لونج ستاندنج اير واي اوبستراكشن يعني اوبستراكشن بيفضل على طول تمام. يبقى الكومبليكيشن ممكن ريسبيرتوري فيلير وهارت هارت فيلير. دي هايدريشن بعد كده الفيرال انفكشن حصل عليها سكندري بكتيريال انفكشن فتعمل ايه برونكو نمونيا ميتابوليك اسيدوز ريسبيرتوري اسيدوز ولونج ستاندنج اوبستراكشن تمام. ست حاجات ندخل بقى الانفستيجيشن بتاعته هنعمل له ايه. اول حاجه لو عملنا له اكس ري شيست هنلاقي هايبر انفليشن يعني اللنج كبرت لدرجه ان هو بيقول لك ان هي كبرت جامد لدرجه ان هي زقت على الديافرام ونزلت الليفر تحت. فلما نيجي نعمل بالبيشن ممكن تحس الليفر على الطفل ده تمام. تمام. تاني حاجه ان ممكن نلاقي لنج كولابس مي بي سين يعني حصل كولابس في اللنج ودي ممكن تحصل مش عارف الصراحه دي ممكن يحصل كولابس يعني بس ممكن يحصل. ولو حصل بيكون اشهر مكان يحصل فيه اللي هو الرايت ابر لوب تمام. يبقى ممكن يحصل ايه رايت ابر لوب كولابس تمام. لو خدنا نيزو فرنج الاسبيريت ممكن نلاقي ايه الار اس في انتودي يعني لو خدنا عينه من النيزو فرنكس ممكن نلاقي الانتودي بتاعت الار اس في فيروس تمام. او نلاقي ايه ثواني نكمل. لو خدنا نيزو فرنج الاسبيريشن هنلاقي ايه الار اس في انتودي تمام. او ممكن نعمل له بي سي ار هنلاقي ايه الجينوم بتاع الفيروس تمام. يبقى الانفستيجيشن هعمل له شيست اكس ري هلاقي هايبر انفليشن هاخد عينه من النيزوفرينكس هلاقي الار اس في انتيبودي وممكن اعمل له بي سي ار على الايه الجينوم تمام. ديفرنشال دياجنوز بيقول لك ان البرونكيولايتس ديت لازم انا افرقها عن الازمه الثانيه بتاعت الايه الويزي شيست. هنشوف قدام بقى اشهر حاجه هي البرونكيال ازمه تمام. في اصلا مقارنه بين البرونكيال ازمه والويزي شيست ديت البرونكيال ازمه والبرونكيولايتس دي مهمه جدا 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 تمام. التريتمنت بقى التريتمنت اول حاجه احط على الاكسجين ماشي. الاكسجين دوت نزل برونج او نزل كانولا اللي هو شبه الصوره ديت دي اسمها نزل كانولا او نزل برونج تمام. او اكسجين ماسك يعني الماسك اللي هو الماسك اللي بيتحط على النوز والماوس ديت او نزل كانولا اللي هي زي الصوره دي عشان نخلي الاكسجين ساتوريشن ايه فوق 92% تمام. تمام. تاني حاجه ان انا ايه اعمل هيدريشن. هعمل هيدريشن ازاي؟ اعالج الديهيدريشن. احنا قلنا ان بيبقى في ديهيدريشن اعالجه ازاي بقى؟ الطفل ده مش بياكل فانا اعوضه بايه بقى؟ باي في فلويد او اركب له رايل نيزو جاستريك تيوب وادي له فيه اكل تمام. ممكن برضو اعمل له جلسات بهايبرتونيك سالين. ليه الهايبرتونيك سالين؟ الهايبرتونيك سالين دوت يعمل ابزوربيشن للفلويد فيقلل الاديمه تمام. يعني الهايبرتونيك سالين ده لما يدخل على الاير واي هيكون الاوزموتيك بريشر بتاعه عالي فيسحب الفلويد اللي هو عامل اديمه ده فيقلل الاديمه تمام. تاني حاجه ان انا ممكن ادي له برونكو دايليتور
زي الجلسات برضو برونكو دايليتور زي السربوتامول دوت بيتا 2 اجونست، تمام، بيعمل برونكو دايليشن او ادرينالين، تمام. يبقى اديله اكسجين، اعالج الهيدريشن، اديله هايبرتونيك، جلسات هايبرتونيك سلاين وجلسات ايه برونكو دايليتور سواء ادرينالين او سالبوتامول، تمام. اديله ستريب برضو، ممكن بارنتال او بارنترال او اورال او انهيلد، يعني استنشاق او اورال او حقن بقى، تمام. اديله انتي بايوتيك امتى؟ لو انا خايف من ممكن يحصل ايه سكندري بكتيريال انفكشن، تمام. اديله انتي فايرال، ما دي فيروس، اديله انتي فايرال، تمام. بس بيقول لك الانتي فايرال هنا بديه للناس اللي هم ريسك جروب بس. مين هم الريسك جروب؟ 2 سي و2 بي، اللي هم الكونجنتال هارت ديسيز والسيستيك فايبروسيس، تمام، والبريماتيوريتي والبرونكو بالمونري ديسبليسيا. يعني يبقى عندنا اربع ناس كده، اربع انواع، دول بيكونوا ريسك جروب، دول الستة اللي اديهم انتي فايرال اللي هو الريبافيرين، وهم ايه الكونجنتال هارت ديزيز والسيستيك فايبروز والبريماتيوريتي والبرونكو بالمونري ايه ديسبليسيا، تمام. بيقول لك بقى بعد ده كله لو الحاجات دي كلها ما نفعتش اعمل له انتراكيل انتوبيشن واحط عليه على ميكانيكال فنتليشن، تمام. فبيقول لك انتراكيل انتوبيشن اند ميكانيكال فنتليشن سيفير كيس ويز ريسبيرتوري فيلير، يعني لو دخل بقى في ريسبيرتوري فيلير ركب تيوب ومحط عليه فنت، تمام. بعد كده البروفلاكسيس بقى، بيقول لك عشان نعمل بروفلاكسيس من ال، واحنا بنسجل ولا ما بنسجلش؟ تمام، بيسجل. عشان اعمل بروفلاكسيس من ال ار اس في انتي فيروس دوت، بديله الايه ال ار اس في انتي بودي ده اسمه باليفيزوماب، تمام. ده بيتاخد للناس اللي هم الايه الريسك جروب اللي احنا سائلينهم فوق، بس قال لك خلي بالك ان هو كونتر انديكيتد. كونتر انديكيتد في مين بقى؟ الناس اللي هم عندهم كونجينيتال ساينوتيك هارت ديسيز، تمام. يبقى دول الناس اللي هم ريسك جروب عموما، او ان هم عرضه ان هم يجي لهم الار سي في دوت، بدل لهم الار سي في انتي بودي اللي هو الباليفيزوماب، تمام. بس اخلي بالي ان ما ينفعش اديه للناس الكونجنتال ايه اللي عندهم كونجنتال سينوتيك هارت ديزيز. في ان بي هنا في النص في الجنب كده بيقول لك ان المين لاين بتاع التريتمنت بتاع الاكيوب برونكيولايتس دوت، الاكيوب برونكيولايتس دوت، ان انا اعمل له هيدريشن، اعوض الديهيدريشن عشان الديهيدريشن دوت ممكن يموته يعني، تمام. وادي له اكسجينيشن، يبقى دوت المين لاين حاجتين، الديهيدريشن اعالج الديهيدريشن وادي له ايه اكسجينيشن. يبقى الحاجات المهمة في البرونكولايتس التاني هو دوت الطفل في أول سنتين من حياته غالبا عنده 6 شهور، يعني البيك بتاعت المرض دوت بتبقى عند 6 شهور. هيجيلك مامته هتقول لك إن هو كان اختلط بحد عنده ريسبيراتوري تراكت انفكشن، مين اللي هو الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس ده، تمام. بعدها الطفل بدأ يدخل في فيفر وراينيتس لمدة من يوم ليومين، بعدين كف، وبعدين ديزنيا، وبعدين ويزس، يعني في ويز الصدر بدأ يزيق كده، تمام. انت هتيجي تفحصها تلاقي ريسبيراتوري ستريس بالديجريز بتاعته المختلفه بقى، هتلاقي ديفيوز ويزز، هتلاقي ممكن تلاقي فين كريبيتيشن، هتلاقي ايه دايمنجد اير انتري، تمام. تيجي تعمل له الانفستيجيشن بتاعته شيست اكس راي، هتلاقي هايبر انفليشن، تاخد نيزوفرينجال سواب او اسبيريت، هتلاقي الار سي في انتودي، هتاخد هتعمل له بي سي ار، هتلاقي الايه الفيروس جين جينوم، تمام. لازم برضه تفرق عن الحاجات التانية اللي تعمل ويزي شيست، زي ايه اشهر حاجه البرونكيال ازمه، تمام. التريتمنت هتعالجه، اشهر حاجه في التريتمنت انك تعالج الايه الديهايدريشن وتدي اكسجين، تمام. يبقى المين لاين في التريتمنت الهايدريشن والايه والاكسجينيشن، تمام. هعالجه بقى بايه؟ باكسجين، هديله حاجات تعمل برونكو دايليتور، هديله هايبرتونيك سلاين، جلسات هايبرتونيك سلاين، هديله جلسات استرويد، هديله انتي بايوتيك عشان خايف من سكندري بكتيريا انفكشن. الناس اللي هم الات ريسك جروب اديلهم انتي فايرال، اعالج الديهايدريشن بانترافينوس فلويد او ايه او اركب نيزو جاستر كيوب وادي له الاكل من خلال بقى، تمام. ده كله ما ينفعش، ساعتها تعمل ايه اندوتراكيال انتوبيشن واحط عليه ميكانيكال فنتيليشن، تمام. والكومبليكيشن اللي ممكن تحصل ان ممكن يدخل في ريسبيرتوري فيلير هارت فيلير، ممكن يحصل له ديهايدريشن، ممكن يحصل سكندر بكتيريال انفكشن، يحصل ميتابوليك اسيدوس او ريسبيرتوري اسيدوس، يحصل لونج ستاندنج ايه ايروي اوبستراكشن، يعني ايروي اوبستراكشن دايم بقى، تمام. قلنا البوسوشنيسس بتاعها ان الفيروس بيعمل انفيجن للايه للبرونكولار وول، فلما يعمل انفيجن للبرونكولار وول يعمل انفلاميشن واديما، فلما يعمل انفلاميشن واديما يعمل اوبستراكشن، فلما يعمل اوبستراكشن الهواء يدخل ما يعرفش يخرج، فلما الهواء يدخل ما يعرفش يخرج يعمل ايه هايبر انفليشن، ولما يعمل هايبر انفليشن والهواء جوه متجمع والجسم خد خلاص الاو 2 وادانا السي او 2، فالهواء بقى متجمع في السي او 2 وانا مش عارف ادخل او 2 تاني، فالاو 2 يقل والسي او 2 اللي جوه الجسم ايه يزيد، تمام. يحصل هايبر كابنيا وايه وهيبوكسيا، واشهر فيروس يعمل برونكولايتس هو الايه الار اس في، تمام. بس كده ان شاء الله يكون خلصنا، ما نسيناش حاجه يعني.
ولو في اي حاجه مش مفهومه مش عارف الصراحه، مش عايز مش عارف اقول لكم، اسالوني جوجل ايه بقى وخلاص.